السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وتقريبا من الصفر، وكمان محمد معايا علشان ننشئ قناة على اليوتيوب، وأول حاجة هنعملها باستخدام الموبايل هو إنشاء حساب على جيميل باسم محمد. أول حاجة أنت بتفتح تطبيق اليوتيوب بيجي لك الشكل ده، تسجيل الدخول قول له لأ انا عايز اعمل انشاء حساب على جيميل لنفسي، وطبعا هنا هنكتب الاسم الكامل، ولازم يكون اسمك محمد ايه؟ احمد، وتحت العائلة. اوكي، احنا بنكتب الاسم كامل، وصح ويفضل ان يكون زي البطاقة. انا مثلا اسمي يوسف محمد الباز السيد، انا عاملها كده في قناة المتوحد فكرة. بعد كده بنعمل التالي، ضفنا الاسم وضفنا العائلة، بنيجي هنا لتاريخ الميلاد، بنعمل تاريخ الميلاد اللي موجود عندك في البطاقة. تاريخ كام؟ 26/3 26/3 2009. 2009 دي يعني كام سنة؟ 15 سنة؟ لا، هنا بقى نيجي المشكلة حلوة جدا، وهي ان احنا ايه، هنا نعمل بسن اكتر من 18 سنة علشان ما يتمش اغلاق الحساب الخاص بيك. وهنا نلجأ كده ان احنا نعمل بسن مثلا باباه او مامته، ونيجي هنا نعمله مثلا 1980 ماشي، ونيجي نعمل التالي ونعمل ذكر. ليه ما عملتوش وهو اقل من 18 سنة؟ علشان حماية الطفل، شركة جوجل بتحاول تحمي الاطفال، وبتحاول ما تخليش ان في اي مشكلة لاي طفل يحصل، علشان كده بتعمل تقييدات على السن الاقل من 18 سنة. علشان كده انا اخترت ان يكون سنك بسن حد من عيلتك، ونيجي نعمل التالي. بعد لما بنعمل التالي هو بيدينا عناوين اختيارية، قول له لا انا عايز انشئ حساب مختلف، مثلا هكتبه ايه، ام اتس 2023 مثلا. ايه ام اتس؟ ام اول حرف من ام، اتس ادسنس 2023. انت بقى عملت التالي، قال لك هو مستخدم بالفعل، جرب واحد تاني، طالما اداك الاحمر جرب واحد تاني. انت بقى نفسك هنا يكون اسمك ايه على الجيميل اللي هيفضل طول عمره وطول حياته مرتبط بيك. الجيميل ده زي البطاقة الشخصية، لازم يكون معاك بشكل مستمر. حاجة سهلة تكون فاهمها، بس خلينا نقول ام محمد 1/2 محمد، اكيد 1/2 متاخد محمد 1/2 ام مثلا. نشوف التالي مستخدم، لا عايزين حاجة تانية، ال هوتش مثلا. جادي محمد الهوتش، تمام ده حلوة، محمد 1/2 الهوتش. اوكي تمام، هو ده الايميل الخاص بيك اللي المفروض تعمل ايه، تمسك ورقة وقلم وتسجله. فين القلم بتاع الورقة بتاعتك؟ امسك الورقة بتاعتك طلعها، هتسجل الاسم ده كده قدامك وتكتب ده الايميل الخاص بيا. خد بالك الورقه دي محدش يشوفها. تمام يلا كمل، اكتب محمد، وانت كمان اكتب معايا، يلا اكتب الايميل اللي حضرتك اخترته، اكتب. لو مش كتبت امسك الشاي واشربه. الهوتش، بص تي اتش المفروض تي اس اتش، الهوتش انا كنت كاتبها غلط. تمام نعمل التاني. شفت بقى، يبقى كتابه البتاع ده يخليك انت لو كتبت اي حاجه غلط تبقى موجوده، فانت كتبت نفس اللي موجود بالظبط. نيجي هنا نختار الباسورد. الباسورد بقى حروف وارقام. يعني ايه حروف وارقام؟ يعني ما ينفعش نكتب ثلاث ارقام او اربع ارقام سته كده ونعمل التالي. هقول لك لا غلط، لازم تكتب الحروف دي اللي هي ات شباك والحاجات دي، وتكتب حرف كابيتال وحرف سمول. حرف الكابيتال من هنا بتكبل، ومن هنا سمول ماشي. المهم الكلام ده اكيد انت عارفه عن طريق الايه، عن طريق الواتساب. هنيجي هنا احنا نعمل ايميل والباسورد ونرجع لكم تاني. وعملنا التالي، بص بعد لما عملنا التالي جالنا الشكل ده، ركز معايا، جالنا الشكل ده بيقول لك انت متأكد؟ نعم متأكد. انت يا ابني ايوه انت، التالي التالي. ننزل تحت اقول له انا وافق، وافق على الكلام، انت غصب عنك هتوافق، مش بمزاجك، فاهم؟ انت مش بمزاجك يا محمد، هتوافق هتوافق.
ليه؟ لأنك لو ما وافقتش مش هتقدر تستغل أي خدمات ممكن تكون موجودة لمين؟ لليوتيوب. نيجي بقى لقناة محمد الهوتش اهو. بص دي ايميلات السابقة. لا نيجي للايميل الجديد اللي هو بتاعنا اهو. اضغط عليه واعمل تخطي. ولو جينا بصينا هنا كده انت قناتك موجودة. انت شغال بيها اهو. طيب علشان ننشئ قناة على اليوتيوب نعمل ايه؟ نضغط هنا على دي ونعمل هنا قناتك. هيبدأ يجيب لك الاسم والصورة. الاسم عايزه ايه لقناتك؟ اسم قناتك اللي هيفضل مستمر معاك ويكون لايق. وعلى فكرة انا شرحت لحضرتك كيفية اختيار اسم قناتك باستخدام الذكاء الاصطناعي. انت بقى نفسك يكون اسمك ايه اللي انت عايز تكون موجود؟ طبعا انت هتقدم محتوى ايه؟ جيمينج. ماشي. يبقى مش ينفع محمد جيمينج. احنا عايزين حاجة تكون مشهورة مثلا. الهوتش الهوتش جيمينج مثلا. الهوتش بابجي. استنى كده. الهوتش بشوف الاول على اليوتيوب. الهوتش جيمينج موجود على الهوتش. هوتش جيمينج موجود؟ لا مش موجود. قناة مش موجود. الهوتش جيمينج. لا محمد جيمينج هلاقي 101 جيمينج. اوكي باسم العائلة ونعمل حفظ. جالك الاسم. هنا بيجي لك الايه؟ الاسم المعرف. اول ما بتعمله بيتعمل مره واحده. لو انت ما عملتوش بيكون بشكل تلقائي. وهنا بنختار صوره. طبعا الصوره دي لما تيجي تدخل الايميل والباسورد على موبايلك هشرحه لك ازاي. يعني الايميل والباسورد انت بتختار هنا وتبدا تختار صوره من الصور اللي موجوده. وطبعا احنا كنا شرحنا كيفيه انشاء لوجو قبل كده وبرده حاسبه لك في حرف الاي. يبقى انت كده عندك فيديوهين لازم تتفرج عليهم، انشاء لوجو واختيار اسم القناه. ماشي. خلينا نحط مثلا الصوره دي اهي. ماشي. حفظ كصوره ونعمل انشاء قناه. بص يا سيدي انت كده عملت قناة على اليوتيوب والقناة اهي. بص القناة اهي على اليوتيوب دي القناة. ماشي. طبعا المفروض الصورة تكون موجودة بس هتتحط بعد شوية مع الوقت. مش ثانية نشوف هنحط ولا لا. الصورة موجودة اهي هتتحط بعد شوية. كده انت عملت قناة على اليوتيوب وعملت جيميل. الجيميل ده لازم يكون معاك بالايميل والباسورد والقناة انت انشأتها خلاص. كده انت محتاج انك تعمل ايه؟ تظبط الاعدادات وتعمل غلاف وتعمل فيديوهات وتعمل لمحة. كل الكلام ده هنشرحه ان شاء الله في فيديوهات جاية انا ومحمد في اكتر من فيديو مع بعض. وتقريبا احنا كده بادئين من الصفر. ولازم على قد ما تقدر تحافظ على تأمين قناتك. وهنشرح ازاي تأمن قناتك على موبايل محمد علشان كل حاجة تكون واضحة. ازاي تأمن قناتك وازاي تحاول على قد ما تقدر ان رقم تليفونك ما يبانش لاي حد. احنا لسه ما اكدناش اثبات الهوية اللي هنعملها مع بعض دلوقتي اخليها المرة الجاية. هنعمل اثبات ملكية القناة برقم تليفون الفترة الجاية علشان تقدر من خلالها تحط ترفع فيديوهات تعمل اثبات ملكية اي حاجة من الحاجات دي. ولا نعملها مع بعض؟ نعملها مع بعض. طب نيجي نعمل شيء كده ونعمل بس مباشر. هو هيطلب منا حسنا. لا لسه الاهلية. لا مش دلوقتي. خلينا الحلقة الجاية واحنا بنظبط الاعداد. معلش معلش الحلقة الجاية. تمام. شكرا للجميع.